السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه انا جيت وانا جيت انا جيت وانا جيت سان في بليزير وماشي جونيمار. اليوم الثالث اخواني من التدريب كانوا فيه ونظره موجزه على المانتونس ديال الاله في الصباح ملي كتجي تقلبها اشنو خاصها الزيت ما لي ضروريك المسائل كل شيء حاجه. واليوم اخواني كان عندنا البارح المارشاريير نهار الاول كان تيوري، نهار البارح كان عندنا الزيكزاك. اليوم اخواني اخواتي كاين عندنا الحموله كيفاش تشارجيها وكيفاش ديشارجيها من الشاحنه. فوالا كما كتشوفوا اخواني اخواتي تبارك الله ما شاء الله، دائما العنصر النسوي حاضر معنا وبقوه تبارك الله. في ظرف يومين الله ما شاء الله إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء كما كتشوفوا لي ستاجيغا هما راه حاضرين معنا كاملين تبارك الله ما شاء الله. فوالا اليوم الثاني على التوالي، اليوم الثالث. النهار الاول كان لا تيوري، النهار الثاني كان زيكزاك، واليوم كان المانتونونس ورفع الحموله وانزال الحموله. والله اخواني اخواتي والله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حظ سعيد للناس اللي غيشاركوا معنا في الدورة القادمة ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للناس المحسنين، شكرا للسي جورج الياس، شكرا للناس اللي كيساهموا معنا في انجاح القناة. بارك الله فيكم، بفضل ديالكم انتوما حنا غاديين تبارك الله ما شاء الله. ما تنساوش ديروا لنا جيم، خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.